عام جديد يدخله الغزيون، هذه المرة تحت القصف المتواصل بدون منزل يؤويهم، وأكثر من 21 ألف قتيل. وخلال 24 ساعة سقط 150 قتيلا وأصيب أكثر من 300 جريح. وفيما يأمل الفلسطينيون بانتهاء الحرب والعودة إلى منازلهم، تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية عن حرب طويلة، فيما أعاد وزير المالية الإسرائيلي إحياء شبح التهجير. نبدأ بآمال الغزيين في العام الجديد. أنا بتوجه من المجتمع الدولي على طلوع السنة الجديدة إنه يطلع لنا برأف العين، يطلع لنا برأف العين. أن في بيان أصدره اليوم مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة بالقطاع، وقال إن المقدم احتياط ليراز جاباي قتل في اشتباك بوسط قطاع غزة، بينما قتل جندي في معركة بشمال القطاع، ليرتفع إجمالي القتلى العسكريين منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 172. بالموازاة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مخيم المغازي وسط القطاع صباح اليوم، مما أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا. أنا بتوجه من المجتمع الدولي على طلوع السنة الجديدة إنه يطلع لنا برأف العين، يطلع لنا برأف العين. والعالم حيحتفل في عيد الميلاد ويشوفوا فرقيع ويشوفوا مهرجانات، وأنا مهرجاناتي صواريخ. هذه السنة راح دمرت غزة، نتمنى أن تخلص الحرب على خير ونكون يعني مناح وعايشين فيها عز وكرامة، تكون مخلصة راس السنة هذه ونروح على مدارسنا ونروح على بيوتنا نرجع لها.